استمر الاجتماع بين لافروف وكوليبا نحو ساعة ونصف في مشاركة وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو وبعد الاجتماع عقد الوزيران مؤتمرين صحفيين منفصلين حيث قال لافروف أن بلاده تطلب من أوكرانيا أن تلتزم بالحياد في المستقبل وأنه مستعد لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا والدول الأوروبية وروسيا معناته أو بدوني لا نريد عسكر أوكرانيا حتى بدون ناتو يمكن نشر أنظمة الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا مما يبقي أراضينا تحت التهديد ومن جانبه قال كولي بأن المحادثات كانت صعبة حيث تحدث الوزيران عن تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لمعالجة القضايا الإنسانية لكن لم يتم إحراز أي تقدم وأكد أن أوكرانيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإيجاد حل للصراع أوكرانيا لم ولن تستسلم نبحث عن حل دبلوماسي لكن إذا لم نتمكن من حل المشكلة، فسندافع بحزم عن الأراضي الأوكرانية ضد العدوان الروسي.